يا صباح الفل، يا صباح الجمال، اخباركم ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير، كل سنه واحنا بخير وسعاده وهنا. بمناسبه السنه الجديده، يا رب السنه دي تبقى افضل من سنين كتير عدت علينا يا رب جميعا. النهارده طلع اتكلم في موضوع متداول الناس كلها تقريبا او الشعب المصري كله بيتكلم فيه، في ناس واخداه بتهريج وفي ناس واخداه بجد وناس زعلانه وتقريبا كله زعلان يعني. فانا النهارده طالعه اقول وجهه نظري، طالعه افهم الناس اللي انا فهمته او اللي انا قدرت افهمه من الموضوع اللي اتكلم فيه الرئيس، اللي هو صندوق الدعم، اللي هو لما اللي هو القرار الجديد او القانون الجديد اللي هو لسه بيناقش، اللي هو لسه لم ينفذ ولم يصدر منه اي قرارات، واحنا الحمد لله اصدرنا قرارات وعملنا ايه؟ عملنا حفله كبيره، احنا بنهيس مع الهيصه ونزيد مع الزيت، احنا كده كشعب يعني. المهم مش مشكله، ما علينا. المهم بالنسبة لصندوق الدعم اللي هو الرئيس قال عليه، اللي هو بتاع أي زواج، عقد زواج جديد سيتم دفع مبلغ مالي، ده رايح لصندوق الدعم للأسر الفقيرة، للأسر الفقيرة. يعني أنا بأكد على كلمة الأسر الفقيرة، اللي أصلا كل الشعب طلع هاج واتكلم في الموضوع وصار على الرئيس وقال كلام كتير جدا ملوش أي لازمة وهو مش فاهم يعني إيه. ولكده أنت لغيت كلمة الدعم، إن صندوق الدعم ده رايح للأسر الفقيرة، ولغيت برضو ان لما انت تدفع جنيه الدولة هتدفع جنيه زيك، تمام؟ الموضوع ببساطة، في ناس كتير اتكلمت، انا على فكرة ما كنتش هطلع اتكلم في الموضوع ده اصلا، لان الموضوع انا ما كنتش فاهماه يعني. انا هتكلم في موضوع انا مش فاهماه ومش عارفاه، فحبيت اقرا عنه واشوف ايه الموضوع يعني. لما لقيت الدنيا هاجت كده وهسنا هيصه كبيره كده والناس بتتكلم والناس كتير عامله فيديوهات، و30 الف هتدفع في عقد الجواز، فكلمة أنا اللي خلاني أطلع أتكلم كلمة 30 عقد في عقد الجواز، إيه 30 ألف في عقد الجواز؟ وأنا أعمل جمعية ولا أعمل معرفش إيه ولا أعمل؟ وإحنا الناس أصلا تلات أرباع الشعب مش لاقي ياكل، أو بقوا طبقة فقيرة يعتبر، حتى الطبقة المتوسطة دلوقتي بقت طبقة فقيرة ومبقتش لاقي تاكل، فهل يعقل الكلام اللي أنتوا بتطلعوه بتقولوه؟ أنا مش دعوة بالدولة دلوقتي، أنا بتكلم على الناس واللي هاصت وقالت 30 ألف و40 ألف وقالوا كلام كتير جدا. فأنا حبيت ادخل على الموضوع واقرا واشوف ايه صحه كلمه 30000. انا عايز اعرف بقى لغايه دلوقتي هو 30000 دي طلعت منين. اولا الرئيس لما قال، انا سمعت الخطاب، الرئيس لما قال عقد الزواج لما يوثق العريس هيدفع مبلغ مالي، المبلغ المالي ده هيكون بسيط، متاح للفقير ومتاح للغني، يعني حاجه رمزيه، وقال ان ده هيروح لصندوق اللي هو مصر زي ما انتم بتقولوا او صندوق الدعم او ده هيروح لمين؟ ده للأسر الفقيرة، اللي هم الأرامل، الناس المشردة في الشوارع، الناس اللي مشردة يومياً يومياً، في أطفال بتشرد في الشوارع وأسر بتفكك بسبب المصاريف وبسبب الفلوس، لأن رب الأسرة مش قادر يصرف على الناس دي، مش قادر يصرف على أسرته، لأن إحنا بقينا في غلاء غير طبيعي، تمام؟ المهم ما علينا. فلما جت الناس اتكلمت على قصة 30000 دي حبيت أقرأ وأشوف. أولاً الدولة نفسها ما أصدرتش قرار مبلغ معين، يعني ده قانون بيناقش لسه لم يتم التنفيذ. احنا بنتكلم بناء على ايه؟ احنا كل ما يطلع حاجه نقعد نهيص ونقعد نشيل الشعب من الرئيس ونقعد نعمل افلام وحكايات ليه؟ لا، والناس طلعت تتكلم بثقه، ده 30000 ده 40000 ده مش عارف ايه، انت جبت الكلام ده منين؟ يعني اللي خلاني اطلع اتكلم في الموضوع ده ان كلمه 30000 اصلا ما دخلتش دماغي. يعني ايه 30000؟ يعني الرئيس هيدفع عريس طالع ميتشين اهله معلش وطلع عينه في فلوس وفي جمعيات وفي قروض وابوه متبهدل من معظمنا كده. الرئيس لما قال كلمه حكمه، قال ايه بقى؟ قال الناس اللي انا مش عارفه الكلمه مظبوطه ولا مش مظبوطه، ولا انا مش مظبوطه مش مشكله ما علينا. المهم الرئيس لما طلع قال كلمه لذيذه قوي عجبتني، قال ايه بقى؟ انا سامعاها بوداني بقى يعني، لقاء انا سامعها. بيقول لك ايه؟ الناس بتطلع تعمل حفلات وسهرات كبيره قوي في حفله الزفاف، يعني بيعملوا بيصرفوا مبالغ وفي الشبكه. ايوه طبعا الشبكه دي، ده الشبكه دي يعني لا حول ولا قوه الا بالله، بيقعد حاطط رجل على رجل ويقول لك انا عايز 50000، انا عايز 70000. انا ما بقتش اسمع كلمه 30000 و40000 في الشبكه. انا واحده من الناس، ابني في ثانيه ثانوي وبنتي في خمسه ابتدائي، يعني لسه مش اعمار جواز، انا قايله ماشي بيني وبين نفسي وقايله لاولادي كده، يا بنتي لما يجي تقدم لك عريس انا مش هجيب شبكه، انا مش هجزره، والله هو عايز يجيب لك حاجه يجيب، مش عايز يجيب انا مش هطلب منه شبكه. ابني لما يروح يخطب انا مش هجيب شبكه، والله انت عايز تجيب لها شبكه ان شاء الله تجيب لها شبكه بمليون جنيه، روح اشتغل واصرف على نفسك، لكن كأنا ام هساعد في جهاز ابني او هجهزه، لا انا اعمل له شقه واجيب له عفش وتمام 100 فل و10 وفرح على القد، حاجه كده تكون محترمه، ومش هطلب من ابو العروسه انه يجيب لي حاجه بجنيه، جاب حاجه بجنيه، جاب حله، جاب 10، جاب 3، انا جبت اوضه، جبت 2، انا حره. انا شايفه بامانه ان الكلام الرئيس اللي قاله عين العقل، وبامانه الشعب يستاهل، والله الشعب يستاهل الكلام اللي اتقال، ان ياخد منك فلوس ايا كانت الفلوس دي حتى لو بسيطه اللي انت سيادتك
متقدر ومتضايق جدا ان انت تدفعها، وهو اصلا مبلغ هيطلع بسيط وهايف وفعلا وهيمشي مع الفقير وهيمشي مع الغني، لان هي الدوله قالت كده. الدوله قالت انا ما حددتش يا جماعه المبلغ اللي هيدفع، لسه هيتحدد، والمبلغ ده هيدفع مبلغ رمزي هيناسب الفقير وهيناسب الغني. احنا باللوك بقى وبنعجم في ايه؟ بنشيل النفوس من بعض. ليه بنهيج الدنيا؟ وليه بنزعل؟ ليه دايما احنا يعني عندنا حاطين الرئيس ده في مكان ان هو انسان ظالم وان هو انسان مش كويس؟ على فكرة أنا مش بقول الكلام ده أصل أنا مش قبضة، ولا الرئيس ده قريبي، ولا مراته صاحبتي، ولا أعرف حاجة، ولا يعني الفيديو ده لو قعد 100 سنة مش هيوصل للرئيس، تمام؟ فأنا يعني طالع أقول كلمة حق، فعلا هو كلامه صح. أنا واحدة من الناس بزعل جدا لما حد يقول لي أنا جايب شبكة ب70,000، والله العظيم بيبقى مديون وجايب قرض من البنك. على فكرة ده مش عشان يبسط ابنه، ما هي دي المشكلة بقى والكارثة. معظمنا بيعمل حفلات وبيعمل مش عارفه فرح فين وشبكه فين، واجيب عفش ما اعرفش ايه، واروح اتداين بكرود ونيله واتسجن، مش عشان انا عايزه افرح ابني. معظمهم بيعملوا عشان غيره من بعض. انا مره بقول لواحده صاحبتي، بقول لها انا هعمل كذا كذا لاولادي لما يجوا يتجوزوا، مش هنجيب شبكه. قالت لي ايه ده، انت بترخصي بنتك؟ ايه ده، ازاي تروحي تجيبي بنت الناس وما تدفعلهاش شبكه؟ وجي مشاكل حصلت في الجواز بعديها مع ناس. قالت لي شايفه، لو حصل مع بنتك او ابنك، لو انت تهاونتي ان شاء الله باذن الله هيحصل معاهم نفس القصه، وفي الاخر هيقول لك انت كده يعتبر جوزتيها ببلاش. هو ببلاش دي الشبكه؟ هو انا لازم اجزرك واقول لك هات لي شبكه بكذا وعفش بكذا يبقى انا كده بجزرك؟ على فكره في ناس عايشين في قصور، وفي ناس عايش، وفي بنات اتجوزوا في فيلل. والله العظيم الفتره اللي فاتت دي انا سمعت نسب طلاق غير عاديه في بنات لسه متجوزه، ملهاش شهور، ملهاش سنة، ملهاش سنتين، ببهات، بيروح يجيبوا ببهات ويرجعوا تاني لأهاليهم. ليه؟ علشان خاطر العقل. عقل مفيش، تفكير مفيش. احنا كل اللي بنفكر فيه نجيب شبكة بكذا عفش بكذا، مفكرناش اللي داخل ياخد بنتنا ده عامل ازاي، مفكرناش بنتنا هتروح تعيش مع الناس دي، هل دول يناسبونا في الفكر وفي الثقافة وفي المستوى الاجتماعي والثقافي والديني ولا لا؟ كل اللي بندور عليه المظاهر، وهنعمل فرح في كين في فين وفي كذا وفي كذا. انا واحده صاحبتي مره بتقولي انا بنتي ايوه لما يجي عريس والله ما اقوم انتها على وش جواز ربنا يكرمها، انا لو جالي اقل من 50,000 انا هرفض. طلعت رفضي عشان الجواز؟ قالت لي ايوه انا كده برخص بنتي. ليه؟ بتبقى قاعده في قصر وبتبقى قاعده في فيلا، وفي الاخر بيطلع عينيها وبيضربها وبيديها بالجزمه، بيخليها تتنازل عن كل حاجه حتى هدومها، وبتخرج كده مفيش اي حاجه معاها، بتخرج فاضيه، يا تخرج بعيالها يا كمان ما خرجتش بيهم، وبيوديها بيوصلها ان هي تتعالج في مصحه، وبيخليها تتشرد في الشوارع، وكوارث بتحصل. مين قال ان الشبكه، ومين قال ان الفرح، ومين قال ان ده ان انا كده بامن مستقبل ولادي؟ لا، احنا فكر غلط 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 غلط، ومش موجود غير في مصر. انا ما اعرفش الدول العربيه، بس في بعض الدول العربيه مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص اطلاقا. يعني برضو جه موضوع الشبكه، وان احنا نجيب شبكه فضه بعديها بشويه فوجئت ان العريس قال ساب عروسته علشانهم، الله اعلم ايه الاسباب، بس انا بتكلم على اللي اتطرح. انا ما بحبش دايما اتكلم على حاجه كمان مش متاكده منها. اصل هما طلبوا منه طلبات كتير. طب انت جايب شبكه فضه عشان الدنيا تبقى هاديه، وان هو ما يجزرهكش في الاخر، ابوها هيجي يطلب مثلا طلبات معديه مثلا 200,000-300,000، طب ما حرام. انا شايفه ان ابني هيجوزه، والله انا شايفه ان انا احط فلوس الشبكه في عفش. العفش ده حاجه يعني حاجه للعمر، ايوه فعلا، بدل ما اجيب انتريه ب10، لا انا امكانياتي اجيبه ب20، لا هجيبه ب20. الحله مثلا عندي حله هجيبها ب1000، انا امكانياتي، ركزوا في كلمه امكانياتي، اجيبها ب2000 هجيبها ب1000. ليه؟ عشان ما تتغيرش، عشان ما تبصش، هو فعلا الغير تمام فيه، لكن احط في اساس اوف بيت. لكن اجيب شبكه مين قال؟ واروح اعمل فرح وفي الاخر لا بيلد على اهل العروسه ولا اهل العريس، وبيتخانقوا، وده ما جابوش، وده ما كلش جاتوه، ده ما شربش، بس ومسخره واخر قله ادب بتحصل. وفي الاخر العروسه دي ثقافه غريبه وغيره غريبه، حاجه غير منطقيه. مين قال ان انا لما اجيب شبكه لبنتي بكذا واجزر العريس واطلع عينه وافرمه فعلا يبقى كده انا بحافظ على بنتي؟ بقول بيجيب لها كل حاجه وبينفذ كل حاجه. الفتره اللي فاتت دي والله العظيم جوازات 100 فل و10، شبكه ب40، شبكه ب50، شبكه ب70، والفرح اتعمل ب100,000، والحاشة مش عارفه كيه فين، واللي مش عارفه شهر العسل فين، وفي الاخر قسما بالله 3-4 شهور والمصحف الشريف واتطلقوا. طب ليه؟ وبترجع بقى حامل، واللي بترجع والده ليه؟ وفي والله العظيم بيخرجها الراجل لما بيكون عايز يخرج اللي عايش معاها، اللي هي عايشه معاه دي، عايز يكفرها ماشي ويخرجها من حياته، والله العظيم بيلففها حوالين نفسها وبيخليها تكره العيشه هي واهلها، لدرجه اهلها بيقولوا لها سيبي كل حاجه وتعالي من اللي هي بتشوفه. فلا شبكه ولا 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 شقه ولا عفش ولا 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 الكلام ده كله.
انا طالعه اقول نبطل هري، نبطل كلام ملهوش لازمه، نبطل مشحنات، نشحن نشحن، نفضل نشحن نشحن نشحن. انا واحده من الناس لما سمعت كلمه 30,000 قلت ايه ده الرئيس، معقوله يعمل فينا كده؟ معقوله يعمل في اولادنا كده؟ استحاله استحاله. ده اب، ده بني ادم زينا على فكره. الغلا ومش عارف ايه القصه دي هنتكلم فيها، موضوع الغلا بتاع، عشان في ناس برضو يا جماعه، انا واحده من الناس لا بقبض من اليوتيوب ولا جوزي مثلا شغال معرفش فين، انا جوزي موظف حكومه، مرتبي عايشه بمرتبي فقط. يعني مش واحده طالعه اقول ده حد ممكن يقول ده بتقبض من اليوتيوب، لا والله انا قناتي مش شغاله وما قبضتش لغايه دلوقتي ومعرفش ايه دي مش حاسه باللي احنا فيه. لا انا اكتر منكم حاسه بيه، انا وكل اللي جوزها موظف حكومه برضو يعتبر مش لاقيين ياكلوا، بالعافيه مقضيين حياتهم. فانا مش طالعه اقول كلمتين للرئيس، اصل انا مش قابضه، تمام؟ فهو بامانه انا طالعه اقول ان انتوا فعلا بامانه الشعب يستاهل، انتوا اللي بتوصلوا ان الريس يعمل كده. هو مش بيعمل كده عشان خاطر، هو بيقول انتوا يا جماعه عندكم مقدره ان انتوا تدفعوا في كذا وفي كذا. طب ما تامنوا الاسر الفقيره. هو ما قالش انا هاخد الفلوس دي اعمل بيها كباري، ما قالش الفلوس دي انا هاخدها احطها في جيبي، تمام؟ هو الفلوس دي هياخدها يعملها للاسر الفقيره. نقرا صح ونفهم صح ونبطل هري ونبطل فتي. الناس طلعت هاجت، الناس عامله فيديوهات رهيبه 30,000 و40 ايه يا جماعه، مين ده اللي طلع قال كلمه 30,000 ده؟ ده المفروض ان هو يتحكم ويتحاسب. ده لو اصلا بني ادم عادي اللي هو قالها، يعني الله اعلم، ممكن تكون اشاعه، انا ما اعرفش مين اللي قالها. اقروا عن الموضوع، افهموا صح، وبعد كده ابقوا اتكلموا. ده رايي في الموضوع، وتحيه مني للريس، تحيه مني للريس، الله يصلح حاله ويبعد عنه اي شر ويبعد عنه اي سوء. وهو راجل تمام وتفكيره تمام وراجل صالح صالح صالح. ربنا يوفقك يا ريس، مع السلامه.